قلت ليش انا خدوجة؟ شن تحبي وشن ما تحبيش؟ زي شنو يعني يا رئيس مصر؟ يعني شن تحبي تاكلي مثلا؟ هو تبي الحق، الماكله ما عنديش عليها هلبة. ايوه كان حط السفره من هنا يا دوب ناكل لي فمين ونوض. كان هناك سليطه ولا طريف بوريك ولا دولمه، يعني حاجه زي هيك. بحبش نكتر الحق، خاصه ماكله الليل هذه تدير لي في قدادي. باهي قولي لي وين اكثر مكان تحبي تمشي له وتدهوري فيه وتريحي في راسك وتزهي في خاطرك. نحب اي مكان فيه ورد وياسمين ونموت في الفل وريحته. ايوه نهار حرش خوي البيك. هاي بسلامه توي رئيس مصطفى، بسلامه. نهارك سعيد ومبروك يا سيدنا البيك. لو سمحت لي ناخذ من وقتك شويه نبيك في كلمتين.